أعزائي طلاب الثانوية العامة والأزهرية في كل مكان في جمهورية مصر العربية، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهواء. أحبائي شرفنا كالعادة في الاستديو الأستاذ أيمن المصري معلم اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم، وخلينا نهنيها كمان إن هي دلوقتي بقى موجه طبعا بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، فمبروك يا أستاذ أيمن على الترقية. ميرسي جدا لحضرتك مستر محمد. Thank you very much and welcome my dear students, screen viewers watching us now. Hopefully you'll enjoy today's episode and find it useful to you. أحباء الطلبة، today إن شاء الله Miss Zeman and I are going to study unit 3 الوحدة الثالثة and unit 4 إن شاء الله concerning the part of grammar، الجزء الخاص طبعا بالجرامر، وكلنا عارفين الوحدة الثالثة بتتكلم على الفيوتشر فورمز، أشكال أو صيغ المستقبل، ويعني أكيد مليون في المية مش بس 100% الجزء ده موجود في الامتحان، ويمكن كان في جدل عليه السنة اللي فاتت، كان في جملتين برضه يمكن خاصين باستخدامنا للموضوع ده. دايما النقطة مس إيمان اللي يعني دايما بيبقى فيها جدل شوية هو الفكرة أو الخلط ما بين استخدام كلمة will و be going to فيما يخص البريدكشن. يا ترى قبل ما نبدأ كده وناخد أسئلة عايزين ننوه على الفرق بين الحاجتين دول، اتفضل. تمام، عندنا طبعا كلمة will plus the infinitive و be going to plus the infinitive الاثنين ينفع نستخدمهم في الفيوتشر فورم، ولكن ايه الفرق ما بينهم؟ انا ممكن جدا ان انا استخدم كلمة will لو انا بتكلم على الفيوتشر في حالة ان انا عندي موقف معين انا بقول رأيي فيه، يعني اقول مثلا I think ان الحاجة دي ممكن تحصل بشكل معين. كلمة I think دي بتعرفني ان ده رأي خاص بيا، ولكن هو مش بالضرورة يكون عليه دليل قوي قوي انه يتم. ولكن لما بنكون الحاجة قريبة قوي لانها اقرب انها تتم او تحصل، ساعتها انا بنتقل لخطوة be going to، او مثلا ان انا عارف ان دي decision او حاجة من الintention يعني قرار او حاجة من النية بتاعتي، وبالتالي انا برضو هستخدم be going to. ليه؟ لانها اقرب انها تحصل. طيب وكمان ممكن تستخدم لو انا بدي promise، بدي وعد بشيء معين. ممكن كمان استخدمها في حالة الورنينج، ان انا بحذر الشخص من شيء معين. لو هو decision بس fast decision، يعني في حالة ان انا باخد قرار سريع كده بسرعة انا مش مرتباله، فبالتالي برضو انا هستخدم well لانه ما جاش بقى بعد تفكير وان انا قررت والكلام ده كله. يعني ممكن واحد يكون بيشتري حاجة من المحل، لقى كده في تيشيرت هو اللي عاجبه، اللون ده هو اللي عاجبه، يقول انا هجيبه. ففي الحالة دي هقول I will buy it، مش هقول I'm going to buy it. دي محتاجة بقى ان انا اقعد وافكر واخد decision، لكن طالما قرار سريع يبقى I will. ممكن كمان لو حاجة انا بتنبأ بيها prediction، يعني مثلا حاجات تخص الارصاد، ماتشات الكورة، نتيجة ماتشات الكورة، طالما انا ما عنديش دليل قوي، يعني ما هياش حاجة قوية، ما عنديش big evidence اللي هي الحاجة اللي تخليني اقول ان ممكن ده يتم بشكل اساسي، في الحالة دي برضو انا بستخدم will. يعني مثلا اقول I think it will rain tomorrow، انا اعتقد انها الدنيا هتمطر بكرة. انا هنا مش هيئة الارصاد ولا شفت حاجة حواليا تقول ان ده هيحصل، فبالتالي ايه اللي بعمله؟ بستخدم well. طب لو انا بقول it's too cloudy، دلوقتي الدنيا ايه cloudy جدا، it's going to rain، ممكن جدا في الحالة دي اقول it's going to rain. طيب my team scores 3 and the other team scores 0، التيم بتاعي حط 3 اجوان والتيم التاني حط 0 مفيش اي جون، و there is 1 minute left for the end of the match، فاضل دقيقة واحدة على نهاية الماتش. انا احكي لكم الموقف كله اهو. In this case I can say my team is going to win. في الحالة دي انا طبعا ممكن اقول ان التيم بتاعي هو اقرب اللي هو يفوز بالماتش، لانه طبعا 3 اجوان وعندي فاضل دقيقة واحدة، يبقى ده كده big evidence او دليل كبير انه التيم بتاعي هيفوز. دي كده مجموعة مواقف بتفرق ما بين الاثنين، واحنا طبعا بقى عندنا sentences كتيرة تبين الفرق النهاردة، وممكن بقى ايه نشوف هنبدأ بأي sentence. yes. يبقى احنا عشان بس نلخص الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها كده، ان احنا بالنسبه لنا بشكل سريع جدا لما بلاقي كلمه will وفي الجمله برضو be going to اللي هي اصلا معروف احبائي am او is او are going to، will بعدها مصدر، am is are going to برضو بعديها مصدر. will باختصار
لما يكون او اسال نفسي هل ده كويك ديسيجن، اتخاذ قرار سريع؟ يعني مثلا حد مثلا ذا ويتر الجرسون بيقول لي وات وود يو لايك تو هاف، تحب تاخد ايه؟ اكيد مش هسيبه منتظر، هقول له مثلا اي ويل هاف سو اند سو، هاخد كذا. تمام؟ طيب لو قال لي مثلا وعد اي بروميس اي ويل مثلا باي يو ا بريزنت اف يو جيت هاي ماركس، انا هشتكي ليه لو جبت درجات عاليه. وارنينج اف يو كم ليت اي ويل بانيش يو، لاحظت استخدم برضه كلمه ويل. طلب ويل يو هيلب مي مثلا وذ ذس مثلا هوم ورك، ويل يو هيلب، تمام كده؟ ويل يو اوبن ذا دور فور مي، شفنا برضه كلمه ويل ده بالنسبه لنا ريكويست، تمام كده؟ كمان كلمة offer عرض، لما أقول مثلا I will مثلا carry the bag for you، يعني كلمة will مرتبطة في دماغنا بحاجات معينة، من ضمنهم كمان لما يكون بتكلم على العمر على سن إنسان معين، بقول مثلا أحمد will be مثلا 18 next month، هيكون عنده 18 سنة الشهر القادم. لكن مهم جدا نقطة التنبؤ اللي هي برضو بتربطها بكلمة going to. going to معروف أن بستخدمها لما يكون في الجملة في كلمة intend. intend يعني ينوي. I intend يبقى I am going to. I decided أنا قررت. I have decided قررت يبقى I am going to. لكن لو قلت I decided just now قررت دلوقتي. دلوقتي يبقى دخلنا كلمة just now يبقى قرار سريع يبقى كلمة well. لكن لو I have decided يبقى I am going to. طيب كمان I plan. plan يعني أخطط. أو that is my plan دي خطتي برضو يبقى I am going to. الكلمات دي كلها تنفع لما يكون كمان عندي حدث على وشك الحدوث، حاجة على وشك انها تحصل. لما اقول مثلا she's pregnant في خطوة she's pregnant هي حامل، يبقى تعمل ايه بقى؟ she is going to have a baby، تمام كده؟ اما اقول مثلا the sky is full of dark clouds، السماء مليئة بالسحب السوداء، هنا بالنسبة لنا في evidence، يعني مش بس just an evidence، لا can be seen حاجة تتشاف، can be noticed حاجة تتشاف، حاجة تتلاحظ تتشاف بالعين على طول، مفيش نقاش اصلا، لازم استخدم be going to. it is cloudy or the sky is full of dark clouds يبقى it is going to rain، هتمطر، تمام؟ لكن مس إيمان قالت لنا ايه؟ قالت لنا برضو مثال قريب جدا، قالت لي my team مثلا has scored 3 goals، الفريق بتاعي سجل 3 اهداف، the other team scored null، الفريق التاني ما سجلش حاجة. ما سكتتش، لا لو سابتها لنا كده ما يمكن لسه في مثلا الهاف تايم لسه في الشوط الثاني كمان. قالت لا ده احنا بالنسبه لنا جاست 1 مينيت ليفت، لسه في دقيقه واحده باقيه، تمام كده؟ طبعا الجماعه الاهلاويه يبقى مطمئنين قوي، لان ساعتها بقى احنا ممكن نحرز خمسه في اخر دقيقه مش مشكله. لكن المهم طبعا طالما ان احنا جايبين 3 اهداف ودقيقه واحده باقيه، يبقى ساعتها بقى اصبح صعب جدا، يبقى الفريق ده هيفوز، يبقى this team is going to win، اتفقنا كده؟ طيب يبقى احنا نخلي بالنا مجرد كلمة think، على فكرة كلمة think مش يعني مش هي القاطعة في الموضوع، لما اقول I think ممكن تنفع في الاثنين، لكن الفكرة بقى في الجملة نفسها. اما اقول مثلا احمد is مثلا good أو clever at mathematics، شاطر مثلا في الرياضيات، يبقى he is going يا ترى ولا he will be an engineer. He is clever at mathematics. ده شاطر، ده مجرد رأي. This is just my opinion. بس ساعتها على طول he will be an engineer. لكن لو قلت أحمد joined the faculty of engineering، التحب وقلت الهندسة، على طول تبقى he is going to be an engineer. اتفقنا كده؟ طبعا السنة اللي فاتت بس إيمان خلينا نسألها تاني. الجملة كانت بتقول على ما أتذكر يعني في الامتحان the Liverpool players، تمام كده، are well skilled. ومدري في الجملة الثانية they space win the match easily. يا ترى well ولا is going to أو they يبقى are going to. تمام. لا طبعا في الحالة دي أنا ما عنديش evidence، لأنه ممكن جدا فريق يبقى skilled ولكن يخسر الماتش، يعني بتحصل كتير، ما هي الكورة كده، ممكن يبقى فريق جيد جدا في اللعب ولكن يخسر الماتش. ففي الحالة دي أنا ما عنديش evidence، أنا كل اللي عندي إن أنا بقول إن الفريق ده بيلعب كويس. في الحالة دي مش بالضرورة أبدا يكون شرط للفوز، طالما جبت كلمة win يبقى أنا لازم يكون عندي دليل قوي للفوز علشان أستخدم going to. ولكن السنتنس دي طبعا كانت الإجابة السليمة بتاعتها will win، لأنه أنا بس بتنبأ، أنا عندي كده prediction، أنا رأيي إن هم كويسين وممكن يكون فريقي وانا مبسوطة بيه مثلا، المهم ان انا رأيي ان هم كويسين، فانا شايف انه they will win the match، هم هيفوزوا بالماتش، لكن it's still not an evidence، ده مش دليل. yes
وعلى النقيض من كده للاسف شفت طبعا النموذج الاجابه كان مدينا ار جوينج تو، وانا اتفق مع سيمين طبعا يعني اتفاق تام في ان الاجابه المفروض انا لما اقول well skilled او يعني ان هم متدربين كويس او حتى play very hard بيلعبوا كويس جدا، فعلا ده just an opinion. حد يقول لي بيتشاف اه ما في فرق نفس ليفربول ما بيلعب كويس جدا جدا في فرقه هيزم مش مشكله. الفكره ده ما كانش دليل قاطع رغم ان الاجابه كانت مكتوب فعلا ار جوينج تو، ولكن احنا كان في جدل كبير جدا جدا ويمكن اتحسبت الاثنين صح تمام كده، ولكن احنا بالنسبه لنا بنوضح هنا الفرق ويمكن تبقى الصوره كده واضحه بشكل جيد. تعالوا نشوف كده امثله سريعه جدا على يمكن احنا قلنا الجزء الاهم، شوف امثله عشان نطبق على الكلام ده على الشاشه عندنا. بيقول لي شو ذا كاركت انسر فروم اي بي سي اور دي، الجمله الاولى على طول بتقول لي يس بتقول لي يس ماي سيستر didn't show any kind of space for the books I had shown her. يمكن تكون قلناها قبل كده قلنا انتزيازم اللي هو كان فيه حماس او اتربى يس. هنشوف جمله كده بتقول لي يس someone is at the door، حد على الباب. فكروا كده I not who it is، يا ترى I'm going to see ولا will see. احنا مش هنسيبه على الباب بقى، ده اتخاذ قرار سريع شطار على طول كلمه will see. نمبر 2 اي بوكس ار سبيس بوكس، طبعا هنا كان تشويس يمكن ما كانش نافع مع الجمله دي قلناها قبل كده يمكن. طبعا ار الكترونيك بوكس كانت الاختيار بتاعنا الكترونيك بوكس. نمبر 3 اي ثينك ات سبيس هات تومورو، مجرد انا بقول الطقس غدا هيبقى حار او لا، ده مجرد راي تمام كده. It is going to be ولا will be ولا is being ولا will be، اكيد طبعا ده مجرد راي يبقى will be. نخلي بالنا احبائي كده لما يكون بتكلم دايما على weather forecast النشره الجويه او weather report التقرير بتاع الطقس، ده يبقى دايما مبني على حاجات بتتشاف بالفعل يعني حاجه علميه شويه، عشان كده بنقول it is going to be hot tomorrow. لو ما اقول the weather forecast says النشره الجويه بتقول او the weather report says واروح دايما بكمل، يبقى لازم اتكلم على ان هي is going to it is going to be hot tomorrow او is going to be rainy tomorrow and so on. اتفقنا كده؟ هنشوف جمله كده مع ميس ايمان سريعا اتفضلي. عندنا sentence بتقول by the end of next year يعني مع نهاية العام القادم the ministry of education space new curricula based on life skills. انا هنا الجملة لما اسمعها انا عارفة كده ان هو بيحدد لي نقطة معينة في المستقبل او توقيت معين في المستقبل، قبله هتكون حاجة تمت او حصلت. تعالي كده نقرأ ال choices ونقرأ ال sentence تاني. By the end of next year يعني قبل نهاية العام القادم أو مع نهاية العام القادم، وأنا بفضل أن أنتوا عشان سهلوا الإجابة دي لما ألاقي كلمة by أحولها ل before تمام. By the end of next year عشان بس تفهموها بطريقة أسهل يعني the Ministry of Education وزارة التربية والتعليم new curricula منهج جديد based on life skills مبني على ال life skills المهارات الحياتية. عندي ال sentences الإجابات اللي هنا بتقول I'm going to introduce ولا will introduce introduces will have introduced. طبعا هنا ما ينفعش أقول Ministry of Education am going to، لازم is طبعا، فدي طبعا هنشيلها we will eliminate this one. Introduces ما ينفعش، احنا بنتكلم على next year ما فيش حاجة هنا تخلينا نختار ال present simple. هيتفضل عندي will introduce will have introduced. طب انا الافضل عندي طالما انا بحدد شيء نقطة في المستقبل وقبل نهايتها او قبل ما تيجي النقطة دي او التوقيت ده في المستقبل هتكون وزارة التربية والتعليم already اعلنت او قدمت منهج جديد، يبقى في الحالة دي انا عايزة اقول او استخدم الماضي المستقبل التام اللي هو بتكون حاجة اكتملت وانتهت قبل توقيت معين في المستقبل، علشان كده هو تام لانها حاجة اكتملت وانتهت، فبالتالي هستخدم have مع الباست بارتيسيبل. كمان هستخدم الفيوتشر اللي هي كلمة will لاني بتكلم عن شيء في المستقبل. يبقى the correct answer will be by the end of next year the Ministry of Education will have introduced new curricula based on life skills. Yes. هنبص نفس الجملة كده أحبائي مرة تانية، هنأكد بس على نقطة صغيرة جدا لما نشوفها على الشاشة كده هتبان قدامكم مرة تانية الجملة. Yes. بيقول لي by the end. Yes. شايفين كلمة by زي ما قلت سيمان كده زي كلمة before. هنا بقى كلمة by دي أبص بقى يا ترى next year ولا
مثلا past year حاجة في الماضي يعني حدث لسه أو الوقت اللي بعدها يا ترى هو لسه وقت في المستقبل ولا وقت في الماضي؟ لو مكتوب next year أو مكتوب مثلا 2050 مثلا أو 2025 أو 20 أيا كان يعني سنة لسه ما جاتش يبقى على طول الناحية التانية تام. في كل الحالات كلمة باي بعدها تام يعني الجزء الثاني شايفين كده ادي باي تمام وادي كاما معايا كده بعد الكاما الزمن لازم يكون تام لازم يكون تام. تام يعني ايه بقى؟ يعني قد يكون past perfect ماضي تام وقد يكون future perfect مستقبل تام. طب بختار ازاي past وبختار ازاي future؟ لو انا عندي هنا مثلا مكتوب باي مثلا وسنة انتهت مثلا 2015 مثلا 2015 تمام كان يبقى الكلام ماضي لكن 20 مثلا 25 يبقى الكلام لسه في المستقبل الا اذا كان كمان بيقول لي مثلا مثلا last year او next year. next يبقى الكلام فين؟ مستقبل. طالما مستقبل يبقى انا عايز الناحيه الثانيه بقى مستقبل تام. مستقبل تام على طول will have تصريف ثالث. طيب في بوينت برضه ثانيه تخص السنتنس دي لان احنا برضه جالنا كان بوينت في واحد من الامتحانات كان في كلمه باي والطلبة تسرعوا بسرعة واختاروا الـ future perfect أو المستقبل التام. عايزين دايما يا شباب نربط المعنى بتاع الجملة أو معنى الأكشن نفسه نفهمه الأول وبعد كده نشوف إحنا هنختار إيه. الـ sentence كان فيها كلمة available jobs will be available 2018. will have تمام. been yes. available تمام. تمام الجملة دي اي حد حافظ قاعدة الجرامر اللي هي معروفة طبعا وده الاساس ان كلمة باي هتبقى موجودة يبقى على طول هنختار التام او الفيوتشر بيرفكت ولكن الجملة دي كسرت القاعدة لان المعنى ما كانش مناسب yes. فناخد بالنا انه مثلا انا عندي كلمة introduced هنا دي معناها يقدم يعني هيكون قدمه وخلاص يعني المعنى تم لكن لما تكون وظيفة متاحة او بقول ان في المستقبل قبل ميعاد معين هتكون الوظائف متاحة كلمة متاح او available دي بتدي شوية معنى الاستمرارية او ان الحاجة هتكون موجودة يعني مش هتبقى متاحة في التوقيت ده وتخلص او الاكشن هينتهي. فناخد بالنا برضو ان القاعدة الاساسية باي هيجي معاها لو في الفيوتشر او عندي اي زمن يدل على الفيوتشر هستخدم البرفكت الفيوتشر بيرفكت ولكن لازم اربط معنى الجملة بانه يكون منطقي ولوجيكال علشان برضو نختار الاختيار السليم. فناخد بالنا من البوينتس دي. يس جريت ده كده للكلام ده نخلي بالنا كده قصد مس ايمان تقول لنا ان انا ممكن يكون عندي فيوتشر سيمبل او فيوتشر بيرفكت مستقبل بسيط او مستقبل تام. الفكره مستقبل تام يعني حدث هيكون انتهى عند نقطه محدده في المستقبل يكون حاجه خلصت عشان كده بنسميه تام. يعني مثلا لو جيت قلت the government او مثلا by the end of this year لحظه كده by the end of this year في نهاية السنة دي. The government will have built ولا will build يا ترى will build ولا will have built والمهم الجزء اللي باقي بقى. لو قلت مثلا 1000 new flats 1000 new flats يعني 1000 شقة جديدة. ده حدث ممكن يكتمل بالعدد واضح كده. يبقى ممكن اقول في نهايه العام ده تكون الحكومه يعني انتهت من بناء تبقى will have built مثلا 1000 new flats. لكن لو قلت مثلا many flats وسبتها مفتوحه هتكون بنت شقق كتير مفيش مشكله خالص مفيش انا ما حددتش عشان كده مفيش حدث يكون تم وانتهى قبل توقيت معين. زي مثلا لو احبائي كلنا مثلا طلاب الثانويه العامه لما اجي اقول مثلا في نهايه مثلا او by 15 مثلا جولاي أو by the 15th of July في 15 يوليو هتبقى خلصت الثانوية العامة. لو 15/7 هتبقى الثانوية العامة أصبحت شيء من الماضي حدث هيكون تم وانتهى بالفعل هتبقى ساعتها بقى إيه we will have finished ثانوية عامة we will have finished تمام كده هيبقى خلصنا. لكن مثلا لما أقول by مثلا 20 مثلا 1 by the age of 21 في سن 21 هقول ايه I will finish هكون خلصت او هنتهي من تعليمي. مش بالضرورة طالما ما فيش حاجة بتبين ان الحدث هيكون تم وانتهى مش ملزم قوي استخدم مستقبل تام. اتفقنا؟ هنشوف جملة كده كمان على الشاشة سريعا بتقول لي I space the summer holiday in مرسى مطروح as planned. الحل موجود في الجملة طالما في كما خطط له كلمة as planned
plan يبقى على طول I am going to spend. My little grandchild space 3 next Friday. طالما بتكلم على السن أو العمر يبقى لازم على طول كلمة will be. My little grandchild will be 3 next Friday. تفضلي يا سيمين. تمام. عندي sentence هنا بتقول I can't meet you tonight as I for the exam. I can't meet you tonight as I for the exam. يعني مش هقدر أقابلك النهاردة لأني هكون إيه؟ براجع للإكزام. طبعا ده طالما قلت tonight وإن أنا كده بدي توقيت معين في المستقبل إنه في فعل معين أو حاجة معينة هتستمر في الحدوث وكمان أنا already مقررة ده فبالتالي أنا محتاجة هنا أستخدم حاجة تبين لي المعنى ده. عندي كلمة going to revise ولا will have been revised هكون رجعت ولا will revise هراجع ولا I'm revising. طبعا going to revise هنا احنا زي ما احنا شايفين هي ناقصة اصلا verb to be فمنفعش اقول I going to revise فدي ما تنفعش. وعندي will have been revised يعني هكون خلصت already فايه اللي هيخليني ما اقدرش اقابله؟ لو انا بقول هكون already خلصت فكده ما ينفعش لازم اكون عندي ده مش سبب او عذر ان انا ما اقدرش اقابله لكن انا عايزة اوصل المعنى ان انا هكون وقتها براجع. will revise طبعا دي ممكن تكون مناسبة ولكن انا عايزة ادي معنى الاستمرارية ومعنى تأكيد ان الفعل هيتم انا مقرر ومحدد وكل حاجة وعندي كمان تست فبالتالي كده خلاص ده كده arranged يبقى I'm revising. I'm revising دي الcorrect answer. احنا عارفين ان احنا ممكن نستخدم present continuous في انه يعبر لنا على المستقبل برضو زي ما احنا عارفين في عندي present continuous present simple ال am is are going to will with the infinitive كل دي حاجات ينفع نستخدمها في المستقبل. لو اتكلمنا على present continuous لما تكون حاجة arranged يعني مرتب ليها already مترتبة بactions في افعال معينة تمت علشان خاطر الaction ده يتم في المستقبل وده بيبان من الجملة. كان عندي كلمة tonight دي وضحت لي ان في حاجة هتكون بتتم في التوقيت بتاع بالليل فانا محتاجة اوضح الاستمرارية في الجملة بتاعتي. يمكن لو كان الجملة دي فيها كلمة am going to برضو ما كانتش هتبقى غلط كانت هتبقى سليمة. لو كلمة I will be revising برضو كانت هتبقى اختيار سليم ولكن هو كمان جاب لنا am revising which is correct لان احنا ساعات بنستخدم present continuous علشان يعبر على حدث في المستقبل طالما ان هو حاجة arranged. Yes. يعني معنى كده مثل إيمان لما يقول لي مثلا I can't meet you أيما في أعذار صح كده؟ أي عذر I can't meet you tomorrow مش قادر أقابلك بكرة arranged. يبقى عندنا في حاجة مرتبة ترتيب بقى بس في فعلا إجابتين لو مش هجيبهم مع بعض طبعا زي ما هنا مثلا كلمة will be revising هبقى براجع will be revising مستقبل مستمر أو I am revising يبقى نخلي بالنا دايما كده أنا بربطه دايما مثل إيمان كده بقول لو في أعذار حد بيقول لي مش هقابلك مثلا او مش هقدر مثلا ايه اشوفك مش عارف ايه كلام على طول ده لازم اخليها الناحية التانية ان في ترتيب طبعا ممكن اشوف كلمة arranged it is arranged او it has been arranged او مثلا arrangements اي حاجة خاصة بالترتيبات يبقى على طول present continuous مضارع مستمر am is are زائد الفعل في ing او نخلي بالنا ان ممكن مش هقابلك لان انا هكون براجع مثلا تبقى will be revising لكن زي ما قلنا مش هيجيب لي جبتين مع بعض مش هيجيب لي present او future continuous وفي نفس الوقت مش هيجيب لي معاه present continuous مش هيجيب مضارع مستمر ومستقبل مستمر مع بعض لان ممكن اللي يحصل فيه confusion في ارتباك. نشوف كده جملة سريعا بتقول لي people space on the moon by the end of the 21st century who knows من يعرف بقى يا ترى might have lived ولا will have lived ولا will live ولا might live. طبعا لما يقول لي who knows هنا سابها لي بقى قال لي في الاخر كده كلمة who knows دي يعني من يعلم يبقى ساب العملية كده عشان يبقاش فيه تأكيد في الموضوع تمام كده. لما يكون ما فيش تأكيد يبقى بالنسبة لي مش هستخدم كلمة well هستخدم كلمة might. طيب might موجودة مرتين might have lived و might live. لما نيجي نقول بقى by the end of the 21st century في نهاية القرن الواحد والعشرين هيكون الناس عاشوا وانتهوا ولا بيعيشوا على القمر زي ما كنا بنناقش الجملة دي من شوية. أكيد طبعا مش هيبقى حدث تم وانتهى اللي هو to live
حرس ده مش هيكون تم وانتهى، لا انا بتكلم على في استمراريه، الناس تكون متواجده او بتعيش على القمر، تمام كده؟ فممكن اقول people might live on the moon by the end of the 21st century, who knows، تمام؟ لكن لو قلت might have lived هيكون عاشوا والحدث تم وانتهى. جمله كده يا ميس ايمان سريعا. تمام. I can't visit you because I space for my sister's wedding all next afternoon. ناخد بالنا بقى من جزء الخاص بـ all next afternoon، لان ده هو اللي هيدينا مفتاح الحل للجملة دي. I can't visit you، ما اقدرش ان انا ازورك. برضو نفس القصة، هنا انا عندي عذر او ان انا بقدم عذر على ان انا مش هقدر اقوم بعمل معين، مش هقدر ازورك. السبب ايه؟ I space for my sister's wedding، هكون بحضر او بجهز للزفاف، حفل الزفاف بتاع اختي، all next afternoon، طيلة الوقت بتاع الظهر او ما بعد الظهر. يبقى انا كده عندي وقت طويل، وبالتالي لازم ابين حاجه او الاكشن انه في استمراريه. ليه؟ لانه قال لي all next afternoon. طيب هنختار might have ولا going to prepare ولا will prepare ولا will be preparing. طبعا الاجابه يعني سليمه هنا هي will be preparing، هي اللي بتبين لنا الاستمراريه. يبقى I can't visit you because I will be preparing for my sister's wedding all next afternoon. Yes. كان برضو اعتذار مرة تانية. تمام. اعتذار. برضو I can't visit. فالتاني برضو ادانا اختيار اللي هو ما قالوش I'm visiting. If I'm visiting it's okay. صح. ما فيش مشكلة. هنا برضو ادانا مدل منها اللي هو المستقبل المستمر. I will be visiting. Okay. نخلي بالنا. جملة كمان بتقول لنا they have bought أو they have got the tickets. حصلوا على التذاكر. They space to London. طيب طالما خدت تذاكر يبقى في arrangements. معروف كده سفر لندن او سفر مثلا سبين and so on، الدول دي او الاماكن دي محتاجه دايما انتري فيزا، تاشيره دخول، محتاجه مثلا بوكن تيكتس، حجز تذاكر، باكن لاجج، حزم امتعه، الحاجات دي كلها بتسميها ترتيبات. اي ترتيب كلكم شطار وعارفين دايما ان بستخدم present continuous am is are زائد فعل فيه ing، عشان كده لما اقول they have got the tickets تبقى they are flying to London. الاختيار C. They are flying to London. جملة كمان بتقول I space to the book fair، معرض الكتاب، to buy the books I need. This is my intention. طالما في الجملة كلمة intention، نية أو intend أو made up my mind. Made up my mind. كلها على طول am going to. يبقى الاختيار B. تفضلي ميس إيمان. تمام. I feel terrible with a severe stomachache. يعني انا حاسس ان انا تعبان قوي قوي وفي الم شديد جدا في المعده. ده كله ده بيديني ايفيدنس ان انا هكون مريض او ان انا عندي ابتداء بدايه كده للمرض. فبيقول I think I be sick، ولكن انا جبت ايفيدنس قبلها فبقول ان انا اعتقد ان انا هكون مريض. فهستخدم هنا كلمه should ولا going to. I'm going to. Am to ولا will. أكيد إحنا هنا بنقول I think I'm going to be sick، لأن أنا في الحالة دي عندي دليل أو big evidence that I'm going to be sick. عندي دليل كبير إنه هو بيوريني إني أنا أكون مريض. كلمة severe stomachache يعني ألم شديد في المعدة. تمام. Yes. الجملة الثانية بتقول this time next week، يعني في الوقت ده المحدد ده الأسبوع القادم، I'll be on holiday. I on the beach. توقيت ده في الأسبوع القادم أنا هكون إيه بقى على البيتش؟ هكون lying. I'm lying on the beach. I'm going to lie on the beach. I'll be lying on the beach ولا will lie. أكيد طالما أنا عندي فكرة إنه أنا بقول التوقيت ده في المستقبل وهكون ساعتها مستمر في إن أنا lying، طبعا الفعل ده بيوريني إنه هو هيكون واخد أو مقضي وقت معين في انه مستلقي. الاستلقاء ده يبقى معناه ان في استمراريه في الاكشن. يبقى في الحاله دي انا هحاول ادور على حاجه تديني معنى الاستمراريه، فهقول this time في التوقيت ده next week هكون بعمل عمل معين اللي هو I will be lying on the beach. I'll be lying on the beach. مش هينفع نقول I'm lying او I'm going to lie او will lie. Yes. يبقى لما يقولي دايما كلمة this time وحاجة في المستقبل، this time next week، this time tomorrow، في الوقت ده بكرة، في الوقت ده الأسبوع الجاي، هبقى بعمل، هبقى يبقى سوف، يبقى كلمة will، أعمل يبقى مستمر، يبقى will be زائد فعل فيه ing. لو قلت مثلا this time next week إن شاء الله، في الوقت ده الأسبوع الجاي،
إذا عشنا بقى تبقى we miss إيمان and I هتبقى will be مثلا revising unit مثلا 5 will be revising. شفتوا كده مستقبل مستمر تمام زي ما قول بالضبط كده from 2 مثلا 3 من 2 ل 3 next week تمام كده from 2 to 3 مثلا next week أو on Wednesday أو النهاردة إيه Wednesday ولا Thursday Tuesday. يبقى Tuesday we will be revising يبقى برضه هنبقى بنراجع كذا اتفقنا يبقى from كذا to كذا أو this time وحاجة في المستقبل يبقى على طول مستقبل مستمر اللي هو will be زائد فعل فيه ing تعال نشوف كده كمان جملة بتقول لي by next month بنهاية الشهر القادم my elder brother أخويا الأكبر ولاحظتوا كلمة elder not 14 years يا ترى will be marrying is going to marry ولا will marry ولا will have been married تمام هقول في نهاية الشهر ده أخوي هيكون قضى 10 سنين متزوج قضى 10 سنين تمام كده عندي كلمة four أيوة يبقى بالنسبة لي كمان زي ما أتمسوا إيمان كمان بتكلم على اللي هو present continuous طبعا أو present perfect طبعا مضارع التام فكلمة four فهنا أنا بالنسبة لي بتكلم على حدث هيكون في نهاية الشهر ده الراجل ده أو أخويا هيكون قضى تمام كده يعني أكمل 10 سنين زواج يبقى كلام طبعا في المستقبل وفي نفس الوقت يكون حدث تام اللي هو المستقبل التام will have been married الناس هتسأل طب ليه مش will have married لأن احنا قلنا ان الفعل نفسه ده اللي هو الفعل ماري أصلا تمام كده يعني بيبقى دايما في equality كده مس إيمان يعني ممكن هو مبني المجهول ولكن احنا دايما منقولش مثلا ايه مثلا علي مثلا will be married by لا هقول will be married to مثلا او was married ما اقولش مثلا by فلان لا بقول ايه was married to تمام عشان في equality اكيد طبعا هنشوف جمله كده ميس ايمان اتفضلي السنتنس بتقول I don't think the exam space difficult تفتكروا انتوا بقى معايا كده في جمله زي دي هو شايف ان امتحان هو رايه بيقول انه مش هيكون صعب طيب ده رايي مبني على دليل ولا مجرد ان انا بقول رايي أكيد السنتنس هنا ما بتديش أي evidence فهقول I don't think the exam will be difficult ما فيش أي evidence عشان أختار مثلا is going to be أو is being ما فيش الكلام ده فهقول طبعا إن شاء الله إن شاء الله يا رب بإذن الله فهنقول will be difficult yes okay. طيب هنشوف جملة كده كمان In the future solar heating space الجملة أيوة يعني in homes and industry In the future يعني في المستقبل solar heating يعني الـ طبعا التدفئة أو استخدام الحرارة عن طريق الشمس in homes and industry يا ترى هتكون إيه is used ولا will be used ولا are used ولا would be used طب أنا هنا بقول in the future جملة يعني بسيطة وسهلة بقول إن في المستقبل هتكون بتستخدم طيب إيه الحاجة المختلفة هنا إن زي ما أنا شايفة إحنا عندنا الـ passive form الـ future simple ولكن في الـ passive form أو في الـ passive اللي هو مبني للمجهول yes. تمام؟ فأنا عندي هنا طبعاً لازم أستخدم will be used أنا بتكلم على حاجة في الـ future ده واحد من الـ predictions أو التنبؤات بالمستقبل إنه استخدام التسخين أو الحرارة باستخدام الطاقة الشمسية هو اللي هيكون موجود في الـ homes وفي الاندستري في الصناعة وبالتالي أنا بستخدم will be used وعلشان أنا بقول سيتم استخدامها مش هي اللي هتستخدم الطاقة الشمسية فبالتالي أنا هحولها للpassive form فزي ما احنا شايفين الfuture في الpassive form هيبقى will احنا عارفين ان هو will والinfinitive ده الfuture simple لما هحطه في الpassive هقول will مع verb to be وبعد كده الباست participle هتبقى will be used ده كده التكوين بتاع الfuture simple ولكن in the passive form او في المبني للمجهول yes طيب احنا كده يعني نتمنى نكون بس غطينا الوحده الثالثه كده سريعا اللي كانت بتتكلم على الfuture forms اشكال او صيغ المستقبل كنا على كلمه will واستخداماتها خدنا be going to خدنا كمان لم يكن عندي مستقبل تام اللي هو will have تصريف ثالث خدنا مستقبل مستمر will be وفعل فيه ing ناقص بس نقول لكم ان كمان في حاجة اللي هو present simple المضارع البسيط لما يكون دايما في حاجات كده موجودة في جدول او schedule اللي هي مرتب ليها قبل كده زي مثلا ايه لو جينا قلنا مثلا the train
to تانتا leaves مثلا at 10 يغادر الساعة العاشرة. The مثلا plane takes off الطائرة تقلع مثلا at 7 الساعة السابعة. موعد القطارات والسينما والمسرح وموعد الاتوبيسات وجدول الامتحان ومش الحاجات دي كلها موجودة في جدول ومعروفة مسبقا وموعدها ثابتة، يبقى لازم أخليها present simple لأن دايما present simple بيعبر عن عادة أو حقيقة. سريعا كده ننتقل للوحدة الرابعة اللي بتتكلم على الريلاتيف برونوز ضمائر الوصل، ومن خلال الجمل هنشرح لكم كده بشكل سريع الجمل امتى بستخدم كلمه هو او وير او ويتش او ذوز سوري ذات او كلمه هوز هوز او كمان كلمه وات اند سو اون. يس تعال نشوف كده جمله على الشاشه عندي سريعا بتقول ماي انكل ليفز ان المحله سبيس او يس سبيس از ا بيج اندستريال سيتي. عم بيعيش في المحله not is industrial city او big industrial city مدينه صناعيه كبيره. ناس كتير جدا يقولوا لي اصل كلمه المحله ده مكان يبقى استخدم كلمه وير. هقول لك لا، في فرق كبير جدا لما اقول حيث ولما اقول التي. نركز كده، انا قلت انت عربي اهو. كلمه وير بمعنى حيث، which التي. تعال نشوف كده، ينفع اقول عمي بيعيش في المحله حيث مدينه صناعيه كبيره ولا التي تكون؟ أكيد طبعا كلمة التي تكون، تبقى كلمة which. يبقى الجملة بتاعتي My uncle lives in المحلة which is a big industrial city. جملة سريعا Mrs. Iman has got her PhD تمام space we all congratulated her. طبعا Miss Iman حصل دكتوراه space احنا هنأناها على هذا الشيء. أنا هنا شايف ان كلمة which موجودة في الكل، which موجودة في A B C D، يبقى أكيد المشكلة في حرف الجر. يا ترى to ولا about ولا on؟ الناس تركز كده، انا بختار حرف الجر بناء على ايه؟ اكيد على كلمة congratulate على الفعل، تبقى on which we all congratulated her. on which، خلي بالكو لما نلاقي كده حدث تم، وانا اكيد كلمة which بتعود على جملة كاملة، لكن انا محتاج هنا حرف جر. حرف الجر بستخدمه بناء على الفعل. لما اقول مثلا he asked me a question، سألني سؤال وانا رديت عليه قلت له مثلا، رديت على السؤال تبقى ايه؟ to which I replied، to which I replied none of your business مثلا. هنا خدت كلمة reply حرف الجر to. she made a mistake، ارتكبت خطأ وعليه تعتذر. يا ترى for which ولا at which ولا and so on؟ لا، معروف ان كلمة apologize for يعتذر على، تبقى she made a mistake أو she has made a mistake for which she should apologize and so on. Okay؟ تفضل يا مسيمة. تمام. عندي هنا جملة بتقول Shakespeare was a great playwright. احنا عارفين طبعا شيكسبير ده اسم شخص، طبعا شخصية معروفة جدا الأديب العظيم شيكسبير، وكلمة playwright يعني كاتب مسرحي أو كاتب روائي، ده كلمة playwright. Space plays are famous everywhere. لازم ناخد بالنا ان كلمة play ممكن تبقى فعل بمعنى يلعب، او ممكن plays اللي هي بمعنى مسرحياته. انا عايز اقول هنا كلمة مسرحية، وايه الدليل او الحاجة اللي تبين لي ان ده مش الverb؟ ان انا بقول are famous، plays are famous، يبقى انا مينفعش هنا اجيب الفعل play وبعد فعل are او verb to be تاني، ده كده structure اكيد مش معروف خالص وغلط. فبالتالي انا على طول هترجم ان كلمه بلايز دي اللي هي المسرحيات وهي ناون. طب انا عايزه اقول ان المسرحيات بتاعته دي مشهوره جدا، في الحاله دي انا هنا هستخدم البوزيسيف بروناون اللي هو الحاجه اللي تبين انها ملكيه، ريليتيف بس اللي هو بيبين انها ملكيه. زي ما احنا شايفين كلمه هو از، ما ينفعش اقول هو از بلايز ار، طبعا ده برضو ستراكتشر غلط، وكمان هو بتعود على الفرد نفسه او البني ادم. انا عايزه اقول مسرحياته حاجته بتاعته، يبقى هقول whose plays. برضو لازم نفكر بالطريقه دي واحنا بنترجم الجمل عشان نقدر ان احنا نوصل لحل او ان احنا نربط الجملتين بالعلاقه بتاعتهم في الريليتيف بروناون. فهنقول شيكسبير واز ا جريت بلاي رايت whose plays are famous everywhere. دي كده الاجابه السليمه. تمام. في عندي سنتنس تانية بتقول I don't believe space he says. في كده هنا مسافة ما بين كلمة believe وما بين كلمة he، يبقى I don't believe space he says، وبعدين he usually tells lies. أنا مش مصدق اللي بيقوله لأن هو في العادة بيقول أخطاء أكاذيب كثيرة يعني، فبالتالي هيقول I don't believe he says.
الحاجات اللي بيقولها دي اللي هي lies أكيد لما هستخدمها أو هستعيد عنها be relative pronoun لازم يكون relative pronoun اللي بيتكلم عن غير العاقل. فهقول I don't believe what he says. يبقى الإجابة السليمة هتكون what. I don't believe what he says. He usually tells lies. دي كده الإجابة السليمة. Yes. دايما بنخلط بين كلمة what وناس تستغرب. أنت ما قلتش مثلا كلمة which ليه؟ نقولك بشكل بسيط جدا كده جرب كلمة the thing أو the things. الشيء أو الأشياء. هنا في الجملة بتاعتي I don't believe what he says. أنا ما بصدقش اللي بيقوله. لو شلت كلمة what هتبقى I don't believe the thing he says. الشيء اللي بيقوله أو the things he says. الأشياء اللي بيقولها. لأن برضو كلمة what يمكن استخدامها قليل جدا. تمام؟ تعال نشوف كده جملة سريعة. بتقول The fixes of October 1973 was the day. هو اليوم not the Egyptian armed forces. القوات المسلحة المصرية beat Israel. هزمت إسرائيل and regained Sinai. واستعادنا سيناء. طالما بيتكلم على تاريخ أو يوم أو كذا أو الحدث فيه أو حاجة تمت فيها تبقى على طول كلمة when. كلمة when. طب أنا ما عنديش كلمة when. تمام كده؟ يعني أنا لو عندي في الاختيارات when كنت قلت بكل بساطة when the Egyptian armed forces beat Israel. طيب لو ما فيش كلمة when يبقى لازم أدور على حرف جر وكلمة which اللي بتحل محل when. طب أنا هنا عندي سنة. السادس من أكتوبر was the day. بيتكلم على اليوم مش السنة. بيقول لي السادس من أكتوبر 73 هو اليوم. احنا بنقول مثلا يا ترى in Saturday ولا on Saturday. اكيد بتكلم مع ايام الاسبوع بحط حرف الجر on. تمام؟ يبقى لازم اختار وفقا لليوم او الشهر او السنة. هتبقى on which the Egyptian armed forces beat Israel. الحتة دي مهمة جدا احبائي نخلي بالنا. انا لما اجي اقول مثلا 21st of March اللي هو 21 مارس. If the day هو اليوم. Space مثلا the beginning of spring بداية الربيع. هو انا بقول ده اليوم اللي بيحصل في الربيع ولا اليوم اللي بيحدد بداية الربيع. يبقى ساعتها بقى the day which مش كلمة when ابدا. يبقى 21st of March is the day which marks the beginning of spring. هو اليوم اللي بيحدد بداية الربيع. لكن لو قلت مثلا هو اليوم اللي بنخرج فيه مثلا زي مثلا يوم شم النسيم يوم نخرج مثلا فيه برا. لو قلت بقى the day تبقى on which. تمام كده we celebrate مثلا mother day. on which اللي فيه بنحتفل لان انا بتكلم على يوم. لكن لو قلت مثلا لو خدت مثال زي 1973 the year 73 هو العام. العام اكيد يبقى in which. in which يبقى نخلي بالنا الايام on الشهر او السنه بستخدم ان. تمام؟ اكيد طبعا يا مس ايمان لسه في كتير جدا في الوحده بتاعتنا أكيد. ولكن unfortunately we still have the problem of time yes. لكن ان شاء الله يبقى في وقت اكتر واكتر الايام الجايه ان شاء الله نقدر نتكلم مع بعض. Okay. thanks a lot to you Ms. Iman thank for you efforts. Very much Mr. Muhammad for you and for all of the audience. Thank you very much. Thanks to all the people behind the camera and to all of you our dear students and until we meet again good luck and goodbye.